اعود لحضراتكم مره تانية، لسه بنكمل معاكم باقي اخبارنا. وصلنا معاكم دلوقتي لاخبارنا العالميه. نبتدي اول خبر معانا ان من خلال نقاش مع حبيب باي مدافع السنغال السابق عبر قناه كانال، قال سمير نصري انه بيرى ان هازارد لاعب ريال مدريد وبلجيكا افضل من صلاح. وصرح باي: هل انت جاد فيما تقول؟ هل ترى هازارد افضل من صلاح؟ قال ان الارقام والاحصائيات صلاح سجل ضعف عدد اهداف هازارد. ليرد نصري: أنت كمدرب هل تحب ما يفعله صلاح؟ إنه أناني ويحتفظ بالكرة دائما. يعني يمكن يكون تصريح غريب شوية، ويمكن يكون عكس كل الآراء ممكن تكون بتقوله. احنا لسه في بداية الحلقة بنقول مع حضراتكم إن محمد صلاح حصل على أفضل لاعب في سنة 2021 من بي بي سي. أعتقد إن الناس دي كوكالات هي ومؤسسات وناس مسؤولة وفاهمة ومتخصصة في اللعبة ومؤسسات عالمية. ما اعتقدش ابدا ان هي ممكن تكون بتحكم على الامور بالاهواء، ولكن بتحكم بالارقام وبالاحصائيات وبالنظرة اللي بتقيم اللاعب كامكانيات وكمهارات وكا. هنا ما اعتقدش ان ممكن ناس كتير تختلف، ولكن دايما كده زي ما بنقول في بعض التصريحات لازم تكون خارج الصندوق.